السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرج ذوو المعتقلين والمغيبين بمظاهرة حاشدة قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بإقرار قانون العفو العام والإفراج عن الأبرياء القابعين في السجون الحكومية والميليشياوية. فلنشاهد. نطالب بالعفو العام، نطالب بالعفو العام، شاركوا البث شباب، شاركوا البث للكشف عن مصير المغيبين من في السجون الشرف، من في المنطقه الخضراء، في داخل سجون الابرياء، في داخل سجون المغيبين الشرفاء، كلهم دافعوا عن الوطن، عن الوطن بالزلاف السراء والعراق. ولكن العصابه الذي جت من خارج العراق سرقت ما جميع من في العراق، سرقت العمان وسرقت البشر. شاركوا البث شباب، خواتنا شاركوا البث، وسرقت حقوقنا وسرقت تعيناتنا. هذه الناس الموجوده الشرف العام. فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام على فيسبوك. في أول تعليق لدينا من إبراهيم يقول: نطالب بالعفو العام عن جميع المظلومين والمفقودين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في تعليق آخر من محمد محمود يقول: العفو العام مطلبنا نحن ذوي السجناء والمعتقلين. وكذلك في التعليقات لدينا من صباح المالكي يقول: ارحموا الأمهات والأطفال بالعفو العام للسجناء الأبرياء، مطلب الجماهير. وفي آخر التعليقات حسين السعيدي يقول: نطالب بالعفو العام عن جميع المظلومين والمفقودين، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن المشاهدين الكرام، كانت هذه جزء من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. في خبر آخر: قتلت ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر عائلة كاملة في منطقة المشتل شرقية بغداد، وقامت بكتابة عبارات تمجد الصدر وميليشيا سرايا السلام وتتوعد من يتحدث عنهم بسوء. هناك صور دعونا نشاهدها مع حضراتكم حول هذا الموضوع. هذه صور الضحايا، أطفال، فيهم أطفال طبعا، بينهم أطفال من ضحايا ميليشيا سرايا السلام كما نشاهد، بدم بارد بلا أدنى إنسانية ترتكب ميليشيا. طبعا هذه هي ما خط على جدران المنزل من عبارات تهدد وتتوعد. هذه طبعا صور الدماء التي سالت من ضحايا ميليشيا مقتدى الصدر جند المهدي سرايا السلام. هو معروف عن مقتدى الصدر طبعا، وهناك من حاول أن يعني يجهل عقله بهذه النقطة أن مقتدى الصدر هو زعيم ميليشيا أولا وأخيرا. هناك تعليقات وردت حول هذا الموضوع، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا منها. أبو عبد الرحمن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، هيجي صارت حياة المواطن العراقي رخيصة لهذه الدرجة. في تعليق آخر فؤاد يقول: وين الدولة؟ وين الكاظمي؟ ما صار يومين على عمليات نزع السلاح، الله ينتقم منكم. وكذلك ضمن التعليقات ناظم العامري يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا لعنة الله على الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وإلاف تقول: إن كان السرايا أو غيرهم
الجريمة وحدة، قتل، الله لا يوفقهم، حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذه جزء أيضا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. ليس بغريب على مقتدى الصدر وعلى ميليشياته أن يرتكب هكذا انتهاكات، الموضوع ليس بجديد رغم أنه يدعي الإصلاح. عموما في موضوع آخر، تحت وسم الطبيب العام يعلق عمله، قام أطباء العراق بتعليق العمل في كافة الردهات باستثناء الطوارئ والعناية المركزة وردهات العزل بدءا من اليوم الساعة 8:00 صباحا بسبب تجاهل وزير الصحة والمعنيين في الحكومة لمطالبهم في الحماية وتوفير الأجواء المناسبة للعمل الطبي وتوفير الأدوية والمواد الطبية والضمان الاجتماعي ومنحهم شهادات التخرج، ولوحوا بالتصعيد. فنشاهد. فإننا لن نقبل أن تكون ساحة وستارة وشناعة لانهيار الملف الصحي وسلب الحقوق والطريقة الطبابية لإدارة الأمور، ونمد السادة المسؤولين المحترمين مدة محددة للتدخل الفوري، وفي حال استمرت لغة تجاهل الأطباء فإن أطباءكم مقبلين على تصعيد كبير جدا سيشن المؤسسات الصحية بعد نهاية الفترة المحددة. وبهذا الصدد نحمل المسؤولين كافة التبعات والمضاعفات للتصعيد المذكور، كما نحذر من أي ردة فعل تعسفية اتجاه الأطباء تجعلهم يسرعون عجلة التصعيد، والتي قد تصل إلى منحنى خطير في حال لم تتدخل الحكومة بكامل ثقلها للتحقيق في الملف الصحي وحقوق الأطباء. طبعا في هذا الموضوع لدينا تغريدات بخصوص الوسم الذي تفاعل معه المغردون على تويتر، دعونا نقرأ لحضراتكم جزء من هذه التغريدات. دكتور عمر يقول، الشمر يقول: عزيزي المواطن، هل تعلم؟ أولا راتب الطبيب 800,000 دينار عراقي. اثنين 2,500 طبيب بلا عمل. ثلاثة لا يوجد قانون حماية للطبيب. وأربعة لا يمنح الطبيب وثيقة تخرج. خمسة معدل ساعات العمل يوميا من 12 ساعة إلى 16 ساعة يوميا. وسادسا يسرق منهم مبلغ 300,000 لأجل إعاشة رديئة. في تغريدة أخرى مصطفى يقول: بعد أن طرقنا أبواب جميع الجهات المسؤولة ذات العلاقة على مدى بضعة أشهر مضت مطالبين بحقوقنا المهمشة والمكفولة قانونيا ودستورية، ولكن بلا مجيب. وبعد أن التجأنا إلى التظاهر السلمي ولكن أيضا بلا مجيب، سيكون التصعيد هذه المرة بتعليق العمل، لعلنا نجد من يجيب. في تغريدة أخرى دكتور حسن يقول: لا رجوع على المستشفيات لحين توفر الحماية اللازمة للأطباء من الاعتداءات المتكررة وتنفيذ استثناء مجلس الوزراء الخاص بتعيين الأطباء. وفي آخر التغريدات لدينا هذال يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاتلنا بدمائنا وأغلى ما نملك، ووزير الصحة لم يفرغ وقت ولو بنصف ساعة لسماع مظالمنا ولا الاستجابة لها. يعني هذه مشكلة أيضا، قضية الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في أغلب مستشفيات العراق أو تقريبا كل مستشفيات العراق. طبعا هذا الموضوع بسبب جهل ذوي المريض، وكذلك بسبب غياب الحماية التي يجب أن توفر للكادر الطبي. نبقى مع قضية تويتر، لكن هذه المرة ننتقل إلى موضوع آخر، حيث تداول خريجو الكليات في العراق على موقع تويتر وسم خريج قديم من حق التعيين، وذلك للمطالبة بتعيينهم بعد مضي سنوات على تخرجهم دون أي تحرك حكومي جاد لاستيعاب طاقاتهم وتوظيفها للمساهمة في بناء البلد. فلنشاهد. استدعاء قوات الشغل على عملية الشهادات. شاركونا البث شباب، شاركونا البث. شاركونا البث شباب. احموا اخوانكم، احموا خواتكم، شاركوا البث شباب.
تم الاعتداء على المشاهدات. فلنتابع مع حضراتكم التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. في أول تعليق لدينا، إناس تقول: نطالب بتعيين الخريجين القدامى من مضى على تخرجهم 10 سنوات وأكثر والعمر فوق 30 عام بدون قيد أو شرط أو نقاط مفاضلة. في تغريدة أخرى صفوان يقول: خريج قديم من حق التعيين، نحن شريحة من الخريجين الذين مضى على تخرجهم أكثر من 10 سنوات من تخرجنا، نطالب بحقوقنا بفرصة التعيين. سجا تقول: نحن الخريجين القدامى في العراق بين الأمس واليوم ونحن ننتظر إقرار الموازنات من سنة إلى أخرى، يمضي العمر بنا ولا نستطيع الرجوع إلى الوراء، ولا نحن من أصحاب الغد، ونحن على مر السنوات مهمشين وفي ضياع بين فساد الحكومات وتقشف الموازنات. وفي آخر التغريدات لدينا رؤى تقول: صاحب الحق سلطان، أنصفونا بالتعيين. كانت هذه إذن جزء من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع، نراكم بعد قليل. بعد مرور 76 يوما من اعتصام خريجي كليات الإدارة والاقتصاد في بغداد قرب المنطقة الخضراء، قام المعتصمون بتصعيد حراكهم وظهروا بمقطع مصور أرسلوه عبر بريدي أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين، وهم يسحبون الأسلاك الشائكة الحاجز الأول، ممهلين الحكومة فترة وجيزة لتحقيق المطالب الخاصة بمعتصمي كليات الإدارة والاقتصاد. فنشاهد. أهلا بكم في فقرة الخبر المزيف. تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفق بخبر مفاده: رئيس الفلبين يقول: أمي ما كانت تتخيل أن ولدها بيوم من الأيام سيقف بالبيت الأبيض إلى جانب الرئيس الأمريكي. الحقيقة أن الشخص الذي ظاهر في المقطع أو في المقطع الذي ستشاهدونه الآن ليس الرئيس الفلبيني، بل هو هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة برود كوم. دعونا نشاهد المقطع المتداول للخبر المزيف. Thank you.
Thank you, Mr. President. Thank you for having us here. It's truly an honor, a rare honor. And before I launch into something else, let me say my mother could never have imagined that one day her son will be here in the Oval Office in the White House, standing beside the President of the United States. Thank you. And my mother, too. Thank you. الآن في فقرة صندوق الوارد لدينا مناشدة وردت عبر صندوق بريد قناة الرافدين، دعونا نقرأها لحضراتكم. المناشدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة باسم الإنسانية. أنا من سكنة مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين، ولدي طفلة صغيرة مريضة، لديها مرض في صمامات القلب وحالتها الصحية حرجة للغاية. أين أهل الرحم والغيرة؟ أقسم بالله أن حالتي يبكي عليها الصخر. يشهد الله أن وضعي المادي بائس للغاية ولا يوجد لدي أي معين. أريد معالجة ابنتي وتجاوز هذه المحنة بمساعدتكم ومساعدة أهل الخير العراقيين. طبعا مشاهدينا الكرام، دائما ما باستطاعتكم أن ترسلوا لنا ما ترغبون في عرضه على شاشاتنا عبر طبعا مواقعنا الإلكترونية ومنصاتنا الإلكترونية، وذلك عبر صندوق البريد في هذه المنصات، وبإذن الله سيتم عرض ما يمكن باستطاعتنا أن نعرضه من رسائل ومناشدات من حضراتكم. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة تشرين التي خرجت لإسقاط نظام المحاصصة الطائفية وإنهاء نفوذ الميليشيات وأحزاب السلطة الفاسدة، غرد ناشطون في موقع تويتر على وسم تشرين موعد الثائرين، وذلك للحث على تنظيم الصفوف ورصها من جديد استعدادا للمظاهرات المليونية المرتقبة بداية الشهر القادم. كما عبر المغردون والناشطون عن سخطهم من التسويف الحكومي المستمر للمطالبة الشعبية وعدم محاكمة قتلة المتظاهرين ورئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي رغم تولي الكاظمي رئاسة الحكومة وجملة الوعود الإعلامية، إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق في ظل حكم اللصوص. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. علي الثاني يقول: أخذت فرصتك كاملة، والآن أنت تمتلك الدعم الدولي ويمكنك أن تستخدمه كورقة ضغط كبرى على أحزاب السلطة، وعلى الأقل حاسب قتلة الهاشمي وتحسين ورهام، لكنك بالمقابل قررت الوقوف مع المجرمين، خرجت في بيان تهدد، واليوم وزير الداخلية يتوعد المتظاهرين. سقطت أقنعتكم. عبد الله يقول: مع اقتراب ذكرى مرور سنة على ثورة تشرين العظيمة، ينطلق هاشتاج تشرين موعد الثائرين، وذلك لتذكير الجميع أن أبطالنا عائدون في شهر تشرين بثورة أكبر من الثورة الماضية، ولنذكر الجميع أن أبطالنا مستمرون حتى تحقيق جميع مطالب الثورة وشهدائها. في تغريدة أخرى، أبو الحسن يقول: أيام معدودة تفصلنا على الذكرى السنوية الأولى ثورة تشرين، ومع قرب الذكرى الأولى نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الحراك وترتيب الأوراق ورص الصف وتوحيد الكلمة، ويأتي ذلك عبر نقد التجربة التشرينية والخوض بحقل الألغام، التأمين الأرضية الصلبة للشروق أو للشوط الثاني من تشرين القادم. فرح تقول: بدأنا بإطلاق هاشتاج تشرين موعد الثائرين لنحكي ذكرى مرور سنة عن أكبر ثورة شهدها العراق من 17 سنة، والتي خسرنا الكثير من الشباب الواعي والمثقف، ولكن هذا تشرين سيشهد ثورة أكبر بكثير من قبلها، لنؤكد على مطالبنا ولمعرفة الحكومة بأننا ما زلنا في الساحات وما زلنا نطالب بمطالب شهدائها أو شهدائنا. ثورة تشرين قدمت الكثير من التضحيات مشاهدينا الكرام، تجاوزت 1000 شهيد وتجاوزت 30,000 جريح، ولا تزال تقدم المزيد من الضحايا من الناشطين الذين يتعرضون لاغتيالات يوميا على يد فرق الموت والاغتيالات والميليشيات المنتشرة، أو من يتعرضون لانتهاكات حكومية على يد القوات الحكومية بالأحزاب والأفراد.
لكن هذا كله دخل أيضا في الوقت الذي وعدت فيه حكومات ما بعد الاحتلال بحصر السلاح بيد الدولة وإيقاف العنف ضد البشر، لكنها وعود مجرد هواء في شبكة. الحقيقة هي مزيد من القمع الحكومي والميليشياوي معا للمتظاهرين. نراكم بعد قليل. في فقرة المقاطع المنوعة دعونا نتابع مع حضراتكم مجموعة من المقاطع. في البداية نتابع مسيرة احتجاجية بالسيارات يقودها شخص هندوسي تذيع الأذان بشوارع مدينة في جنوب أفريقيا، فلنشاهد. Around the community, every member of this community is going to hear the call to prayer today. This is us showing the world that God comes first. Taking the azan to the people. The azan will never stop being broadcast. We'll never allow God's name and prayer to be stopped. We're standing for this. The brilliant thing about today is that we have Christians, Hindus, Tamils, and Telugus from TST, and a few Facebook friends who have come out in support of the azan being broadcast. What was supposed to divide our community has actually united the community. As you can see, we have a massive procession. And I'm sure by now, the person who thought he could stop the prayer, who could stop the azan, who could divide our community, has realized he has failed dismally. Today is a display of love for our Muslim brothers and sisters, for members of all sectors of our community. Today shows that God and our love for him supersedes any evil attempt, any attempt to stop prayer. We are strong in our resolve. We are willing to be jailed for our love for the Almighty. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نود التذكير هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.